في البرازيل بياخد جنسيه، سواء بيدرس او مقدم لجوء او متجوز او عنده طفل مولود، كله بياخد الجنسيه داخل دوله البرازيل، ولكن المده تختلف. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو تأشيرة البرازيل. اولا قبل ما اخش في الفيديو، لو متعرفنيش انا اسمي علي الدسوي، لو بتدور على سفر او هجرة او لجوء او استثمار فانت في المكان الصحيح، انزل اشترك في القناة وتابع الفيديو للنهاية. البرازيل دولة قوية موجودة داخل امريكا الجنوبية. تأشيرة البرازيل مش صعبة، يعني سهلة جدا. ناس كتير كتبت تعليقات يا عم علي تأشيرة البرازيل صعبة، لا انا احب اقول لك واطمنك ان تأشيرة البرازيل سهلة جدا، بمعنى ان في دول كتير بتخش البرازيل بدون تأشيرة، زي دولة المغرب ودولة تونس ودولة تركيا والامارات وقطر وبس، ماشي؟ يعني عندك دول كتير بتخش البرازيل بدون تأشيرة، فالتأشيرة مش سهلة، ولكن اعمل ورق كويس، اعمل ورق كويس. تأشيرة البرازيل محتاجة ورق، وتأشيرة البرازيل ممكن تاخدها بسنة وممكن تاخدها بشهرين أو ثلاث شهور. وأنا بنصح أي واحد إنه يقدم وهو بيقدم على تأشيرة البرازيل يقدم مدة طويلة، ما يقدمش 15 يوم أو 12 يوم أو 13 يوم زي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي، لأ. دول أمريكا الجنوبية دول بعيدة جدا، بتسافر حوالي 15 ساعة بالطيارة، بالذات البرازيل بعيدة جدا، ماشي؟ فأنت وأنت بتقدم على تأشيرة البرازيل حاول تاخد مدة طويلة، حاول تاخد شهرين، شهرين وعشرين يوم، ما تاخدش 15 يوم ولا حتى 18 يوم ولا الكلام دوت، لأن زي ما قلت لك البرازيل دولة بعيدة جدا، ماشي؟ طيب إيه أهم الأوراق المطلوبة؟ أهم الأوراق المطلوبة لتأشيرة البرازيل يكون عندك برنامج سياحي، بمعنى يعني يكون عندك خطة سياحية تبرزها للسفارة، انك هتسافر ساو باولو 10 ايام، هتسافر ريو دي جانيرو 10 ايام برضو تاني، هتروح مثلا فلورا نابلس 10 ايام، هتروح كوريتيبا 10 ايام، تقسم الرحلة بتاعتك للبرازيل في عدة مدن داخل البرازيل عشان تقنع السفارة انك رايح تتفسح، ماشي؟ يكون عندك برنامج سياحي، ماشي؟ تاني حاجة يكون عندك كشف حساب بنك لآخر 6 شهور، ما يكونش شهرين أو 3، كشف حساب البنك يكون آخر 6 شهور وما يكونش مبلغ محطوط، لا يكون في حركات سحب وإيداع، يعني ما يكونش مبلغ حاطه، لا لازم يكون في حركات سحب وإيداع، يعني تسحب 10,000 تحط 20,000، ماشي؟ طيب جات لي أسئلة كتير برضه يا عم علاء، إجمالي المبلغ كام؟ إجمالي المبلغ يا باشا زي ما قلت لك يكون معاك ما يعادل 10,000 يورو أو 8,000 دولار، لأن عندك في اليوم واحد بداخل الاتحاد الاوروبي وداخل البرازيل وداخل، يعني التاشيره بتطلب على اليوم 80 يورو، فانت حاول تضاعف المبلغ، مش لازم يكون بعمله الدولار او يورو، لازم يكون بعمله بلدك بالجنيه بالريال بالدرهم، ولكن تكون اخر حركات للبنك 6 شهور وتكون حركات سحب وداع، ما يكونش مبلغ محطوط مره واحده. الحاجه اللي بعد كده يكون عندك مهنه حلوه في جواز السفر، يكون عندك مهنه حلوه، يعني مثلا مع احترامي اصدقائي العمال ما تكونش مهنه عامل ومقدم سياحه، لا ما تكونش مثلا نجار حداد ومقدم سياحه، لا غير المهنه، حاول تخلي المهنه تكون حلوه، يعني مندوب مبيعات، بائع، صاحب شركه استيراد تصدير، صاحب مصنع، مدرس، طبيب، مهندس، بتاخد بالك؟ ولكن مهنه عامل يعني بتؤدي للرفض بحاجه بسيطه، ولكن مش كله، لو انت واخد تاشيرات قبل كده ممكن يكون موقفك كويس، ولكن انا بنصح دايما انك تغير المهنه داخل جواز السفر. ماشي؟ خطاب العمل، خطاب عمل من جهه العمل بتاعك مكتوب فيه نسمح بالموظف فلان فلاني بالسياحه في البرازيل لمده كذا من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، ماشي؟ التواريخ كلها تكون مطابقه لبعضها، يعني حجز الفندق يكون مطابق لحجز الطيران. الحاجه اللي بعد كده حجز الفندق، حجز الفندق بيكون حجز مبدئي، يعني حجز ليس مؤكد، في حاجه اسمها مبدئي مؤكد اصدقائي، يعني ممكن تحجز هوتيل عن طريق موقع بوكينج وتقدمه للسفاره ومفيش اي مشكله، ولكن اسمه حجز مؤكد. انت ممكن تحجز في بوكينج حجز هوتيل مؤكد بتقدمه للسفاره، ماشي؟ الورقه اللي بعد كده حجز الطيران رايح جاي برضو مؤكد،
حجز الطيران لازم تحجز طيران رايح جاي، ما تحجزش رايح بس، لان في ناس كتير بتغلط في الموضوع دوت وتحجز للبرازيل رايح بس. لا، احجز رايح جاي، طيران رايح سياحه وانت مقيم. المقيم فقط او اللي معاه جنسيه برازيليه هو اللي من حقه يحجز رايح بس، لكن انت مقدم على تاشيره سياحيه لازم تقدم للسفاره حجز الطيران رايح جاي. الورقه اللي بعد كده هو التامين الطبي. التامين الطبي ده مهم جدا يا اصدقائي، وبعدين سعره رخيص، بتتعالج لغايه 30,000 يورو او 30,000 دولار ماشي، ولكن سعر التامين كام؟ سعر التامين 800 جنيه مصري الشهر، ب 800 جنيه حسب الشركات. في شركات 800 وفي شركات 700، ولكن مش هتختلف يعني. انت اعمل حسب مده السياحه بتاعتك، هتسافر شهرين اعمل تامين لمده شهرين، هتسافر 3 شهور اعمل تامين لمده 3 شهور. خلاص، تكون عندك الاوراق دي كلها جاهزه، وبتعمل فيش التشبيه برضه. وبعد السفارات البرازيل في الدول العربيه بتطلب فيش وشهاده تحركات، وبعد السفارات لا، يعني مش كل السفارات بتطلب فيش وتشبيه وشهاده تحركات، بعض السفارات بتطلب وبعض السفارات لا ماشي. بترسل السفاره على الايميل، ايميل صغير، السلام عليكم انا معجب بلدكم الكريم وارغب السياحه في بلدكم، ما هي الاوراق المطلوبه؟ بيرد عليك على الايميل على طول، صدقني بيرد عليك ويقول لك الاوراق المطلوبه. طبعا انا قلت لك على اوراق، ولكن هي الاوراق ديت بتجهز الاوراق بتاعتك وتبعتها. في زمن الكورونا دلوقتي مفيش مقابلات، تبعتها بي دي اف، مفيش يعني بتروح على السفاره مباشره، لا في مقابله سفاره البرازيل في، ولكن تبعت الاوراق ديت بي دي اف للسفاره وبرد عليك بيقول لك مثلا انت بتعبي الابلكيشن دوت وبتيجي على السفاره عندك مقابله في يوم فلاني. خلاص، اتكلم في حاجه مهمه جدا وهي الدعوه، دعوه الزياره. لو تعرف حد في البرازيل هيبعت لك دعوه بتقوي موقفك جدا امام السفاره، ولكن انصحك انك تخلي واحد برازيلي او امراه برازيليه الاصل، ما يكونش عربي متجنس، لان عربي متجنس بتاخد رفض بنسبه 100%. حاول يكون شخص برازيلي او امراه برازيليه تبعت لك الدعوه بتقوي موقفك قدام السفاره. ملحوظه مهمه، دول الخليج لا تحتاج دعوه، يعني انا قلت لك الامارات وقطر بيخشوا الارض للبرازيل بدون فيزا، ولكن السعوديه بتحتاج فيزا لدخول البرازيل. اي سعودي لا يحتاج دعوه، انا بكلمك على الدول العربيه زي مصر، زي سوريا، زي العراق، زي ليبيا. الدول ديت لو عاوز تعمل دعوه خلي واحد برازيلي الاصل او امراه برازيليه تعمل لك الدعوه، ما تخليش عربي متجنس. عربي متجنس في البرازيل بيؤدي الى الرفض. طيب، في واحد يقول لي معلاء انا سن صغير ومش عارف اقدم في التاشيره الصحيه، اقول له تقدر تقدم دراسه. البرازيل فيها جامعات محترمه جدا، والشهاده بتاعت البرازيل معتمده دوليا، وتقدر تدرس في البرازيل باللغه البرتغاليه، وايضا تقدر تدرس باللغه الانجليزيه، ولكن الدراسه في البرازيل باللغه الانجليزيه بتكون اغلى من اللغه البرتغاليه. الجامعات في البرازيل حكوميه مجانيه تماما، ولكن للمقيم على ارض البرازيل، ولكن انت راجل داخل من بره تحتاج انك تقدم على جامعه وتحصل على قبول جامعي وتبعت مصاريف الجامعه ماشي، وبرضه تقدر تسافر البرازيل عن طريق المنحه، ولكن مش اي واحد يقدم على المنح، لازم يكون معاك لغه برتغاليه بي 2، لازم تتكلم برتغالي لبلب عشان تقدم على تاشيره البرازيل اللي هي المنح. ولكن لو عاوز تدرس جامعه خاصه في البرازيل بتراسل الجامعه وتحصل على قبول جامعي وتبعت المصاريف للجامعه وبتيجي بتاخد اقامه الطالب، يبقى خلاص عاوز تسافر البرازيل عندك تاشيرتين، سياحيه والدراسيه. طيب، بعد ما اوصل عمال اعمل ايه؟ البرازيل دوله قويه تقدر تعمل فيها كل حاجه، اول ما توصل تقدر تقدم لجوء. ايوه اصدقائي، تقدر تتجوز داخل البرازيل، شويه تركات وهراء مطلوبه كده، وزي ما قلت لك ان في دول كتير بتخش البرازيل من غير تاشيره، زي دوله المغرب ودوله تونس ماشي، ودوله قطر ودوله تركيا ودوله الامارات، كلهم بيخشوا بدون فيزا. فعندك البرازيل صعبه، مليانه ناس من المغرب، مليانه ناس من تونس ماشي، فانت تقدر تقدم لجوء وتقدر تتجوز وتقدر تحصل على اقامه داخل البرازيل. لو دخلت السياحه انت ومراتك حامل، مراتك ولدت، اللي الطفل المولود بيحصل على الجنسيه، والاب والام بيحصلوا على اقامات داخل دوله البرازيل. طيب، واحد يقول لي يا عم علاء انا دخلت البرازيل ماشي 20 شهرين ولسه ما لقيتش واحده اتجوزي وعاوز امد الفيزا. تقدر تمد الفيزا السياحه في البرازيل، تروح للشرطه الفدراليه ماشي، بتمدد الفيزا بتاعتك مفيش اي مشكله. ايه الاوراق المطلوبه لتمديد الفيزا؟ الاوراق المطلوبه لتمديد الفيزا حجز فندق جديد وحجز تذكره عوده جديده. اسمع كلامي، يكون معاك فيزا كارت او فلوس كاش، بتجدد الفيزا بتاعتك بالشرطه الفدراليه، وبالمره بتعمل سي بي اف. اي حد يقدر يعمل السي بي اف اصدقائي، سواء داخل سياحه او سواء بيعمل اقامه داخل بلد، بتقدر تعمل كارت السي بي اف داخل الولايه اللي انت هتنزل فيه داخل دوله البرازيل ماشي. فالبرازيل دوله جميله، بتتجوز تاخد اقامه لمده 9 سنوات ماشي، اقامه دايمه، وبتكون خدت الجنسيه اصلا قبلها بكتير،
واللاجئ برضه في البرازيل ياخد بروتوكول ماشي، ولكن البرازيل اصدقائي ما فيهاش مساعدات زي اوروبا، زي اوروبا عشان اكون صريح معاكم، فيها مساعدات بسيطه لوجستيه من الكنيسه والمسجد والحاجات دي، لكن فيها سكن بسيط، سكن اللاجئين، ولكن تعبان جدا. مش انت اصلا كعربي مش هيعجبك، مش هتقدر تسكن فيه، لان معظم الناس الهوملس اللي في الشوارع في البرازيل بيعيشوا فيه، فبيحطوا اللاجئين معاهم، فالوضع في البرازيل لاجئين غير وضع اوروبا ماشي. فانت تقدر تخش البرازيل وتعمل اقامه وتحصل على الجنسيه داخل دوله البرازيل بطرق كتير، طفلك يتولد او تتجوز بلد من الجو. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ودعمني في اللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.